يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القدر السابق والقدر اللاحق؟ القدر كله سابق، كله سابق، ما في شيء لاحق، يعني ما يقدر إلا في الحال، لا هذا سابق في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث. القدر سابق. نعم.